السلام عليكم، النهاردة هناخد درس الصديقان وكعكة السكر، درس قراءة للصف السادس الابتدائي. قبل ما نبدأ كده شرح الدرس هنسمع فيديو صغير ليه. أحمد ويوسف صديقان منذ الصغر، ربطتهما الطفولة معا ببراءتها ولهوها. الصديقان يتعلمان في مدرسة واحدة، هما الآن في الصف السادس الابتدائي. دق الجرس يعلن وقت الفسحة، وعندما وصل الجميع إلى فناء المدرسة بدأ كل منهم المرح واللعب وتناول الطعام. قال أحمد ليوسف كما تعود دائما: ما رأيك لو تقاسمنا ما لدينا من طعام؟ وفجأة قال يوسف: لا مانع لدي، ولكنني لن أستطيع أن أتقاسم معك كعكة السكر التي أعدتها أمي، فهي شهية وأرغب في تناولها بمفردي. ظهرت الدهشة على وجه أحمد وقال: وهل ترى أنني لا أستحق جزءا منها؟ ثم أضاف: على أي حال شكرا لك يا يوسف. ثم حمل غداءه وانصرف وجلس بعيدا. أطرق يوسف يفكر للحظات قائلا لنفسه: وما العيب فيما فعلت؟ أنا أحب الكعك أكثر من أي شيء، ولم أرفض أن أتشارك في بقية الطعام. انتهى اليوم الدراسي وعاد الجميع إلى منازلهم. كان كل منهما يفكر محاولا أن يجد إجابة عن السؤال: هل أنا مخطئ؟ أتى المساء وقاربت الساعة التاسعة، وجلس يوسف مع أفراد أسرته يتناول عشاءه، ولكن نظرة أحمد المعاتبة لم تفارق خياله طوال اليوم. فكر في أن يجد إجابة لسؤاله عند أخته يسرى، فقالت له: يا أخي، الصداقة أغلى من كل شيء، كيف تفضل كعكة السكر على صديقك؟ عليك أن تتصل به تليفونيا وتعتذر له عما حدث منك. أراد أحمد أن يستشير أمه في هذا الأمر. قالت الأم: كيف حدث ذلك يا بني؟ تترك صديقك مقابل حرمانك من كعكة سكر؟ هذا أمر عجيب لا يحدث بين صديقين. عليك أن تهاتف صديقك يوسف وتتحدث معه، ولا تقاطعه ولا تذكره بما حدث، فهذا شيء بسيط لا يستحق أن تتذكره. قفز أحمد سعيدا كي يتصل تليفونيا بصديقه يوسف، لكن التليفون كان مشغولا. كرر أحمد المحاولة أكثر من مرة، ولكن التليفون مشغول. وفجأة دق جرس التليفون. كان المتحدث يوسف. قال: مرحبا يا صديقي أحمد، لقد أخطأت، لم تكن الكعكة حلوة كما أعرفها. أنت صديقي دائما، صداقتك هي الأحلى والأغلى. وفي الصباح وقف يوسف أمام منزله في انتظار سيارة المدرسة، وهو يتحسس حقيبته ليتأكد للمرة الألف من أن هناك كعكتين من السكر، واحدة له والأخرى لصديقه أحمد، وقد قطع عهدا على نفسه بألا يحدث ذلك الموقف مرة أخرى. فصداقة أحمد تساوي 1000 كعكة سكر. احنا دلوقتي شفنا الفيديو بتاع الدرس وفهمنا القصة، ان كان في صديقين، واحد اسمه احمد والتاني اسمه يوسف. الاتنين حصلت بينهم مشكلة على ايه؟ على حاجة بسيطة قوي، على كعكة سكر. احمد طلب من يوسف ان هما يتشاركوا الطعام زي ما بيعملوا كل يوم في وقت الفسحة. يوسف وافق، إلا أنه رفض أن هو يشاركه في كعكة السكر لأن هو بيحبها جدا وشايف أنه هو عايز يأكلها لوحده. طيب،
كل واحد فيهم أخد الأكل بتاعه وراح بعيد علشان خاطر زعل من التاني. واحد زعل إن صاحبه رفض يشاركه في الأكل، والتاني زعل إن صاحبه سابه ومشى. كل واحد فيهم لما روح البيت كان بيدور على إجابة سؤال، إيه هو السؤال ده؟ هل أنا مخطئ؟ يا ترى أنا غلطان في حق صديقي؟ كل واحد فيهم حب يستشير شخص كبير أو شخص تاني عشان يعرف هو غلطان ولا لأ. فهنبدأ الأول بيوسف. استشار مين؟ يوسف استشار يسرى، عشان ما ننساش يوسف بتبدأ بياء ويسرى بتبدأ بياء، يبقى يوسف استشار يسرى. فيسرى قالت له كيف تترك صديقك مقابل مقابل كعكة سكر؟ ازاي ترفض ان تشارك صديقك في كعكة السكر؟ الصداقة دي اغلى من كل شيء. طب واحمد؟ احمد استشار امه، الف والف، احمد اولها الف وام اولها الف. فامه قالت له كيف تترك صديقك مقابل حرمانك من كعكة سكر؟ عليك ان تتصل به وايه ولا تقاطعه، ما ينفعش اتنين صحابي يقطعوا بعض عشان خاطر كعكة ايه سكر. وفعلا احمد قام عشان يتصل بيوسف عشان يصالحه، الا ان يوسف كان بيتصل بيه في نفس الوقت، فعشان كده الهاتف كان مشغول. بعد كده رن الهاتف ورد احمد، فكان المتصل يوسف واعتذر له. وكان يوسف في اليوم التالي يحمل كعكتين من السكر، واحدة له والاخرى لصديقه احمد. طيب هنبدأ نراجع كده الأسئلة مع بعض من البوكلت وهنشوف المعاني. أول سؤال عندي، ماذا تعرف عن أحمد ويوسف؟ أحمد ويوسف صديقان منذ الصغر، ربطتهما الطفولة معا ببراءتها ولهوها، والصديقان يتعلمان في مدرسة واحدة وهما في الصف السادس الابتدائي، وده احنا شفناه في الفيديو. ماذا اعتاد الصديقان؟ اعتاد الصديقان أن يتقاسما الطعام. بما فوجئ أحمد عندما عرض عليه يوسف مقاسمة الطعام؟ فوجئ أحمد بيوسف يقول له لا مانع لدي، ولكنني لن أستطيع أن أتقاسم معك كعكة السكر التي أعدتها أمي، وده احنا سمعناه في الفيديو. فهي شهية وأرغب في تناولها بإيه؟ بمفردي، أنا عايزة أكلها لوحدي. ظهرت الدهشة على وجه أحمد، فماذا قال أحمد لما يوسف قال له كده؟ قال له إيه؟ قال وهل ترى أنني لا أستحق جزءا من الكعكة؟ ثم أضاف على أي حال شكرا لك يا يوسف، وحمل غداءه وانصرف. ماذا فعل أحمد بعد حديثه ليوسف؟ حمل غداءه وانصرف. نكمل. فيما كان يفكر يوسف؟ كان يوسف يفكر قائلا لنفسه، وما العيب فيما فعلت؟ أنا إيه الغلط اللي أنا عملته؟ أنا أحب الكعكة أكثر من أي شيء، ولم أرفض أن نتشارك في بقية الطعام. ماذا فعل الصديقان بعد انتهاء اليوم الدراسي؟ عملوا ايه؟ بعد انتهاء اليوم الدراسي عاد الجميع الى منازلهم. هل انا مخطئ؟ كيف توصل كل من الصديقين الى اجابة هذا السؤال؟ احنا اتفقنا وقلنا ان هما لما روحوا كان كل واحد فيهم بيفكر يا ترى انا غلطان ولا لا. توصل يوسف الى اجابة سؤاله باستشارة اخته يسرى، واحمد استشار امه. ماذا قالت يسرى لاخيها يوسف؟ قالت يسرى يا أخي الصداقة أغلى من كل شيء، كيف تفضل كعكة السكر على صديقك؟ عليك أن تتصل به تليفونيا وتعتذر له عما حدث. ماذا قالت الأم لأحمد؟ قالت كيف حدث ذلك يا بني؟ تترك صديقك مقابل حرمانك من كعكة سكر؟ هذا أمر عجيب لا يحدث بين صديقين، عليك أن تهاتف صديقك يوسف وتتحدث معه ولا تقاطعه ولا تذكره بما حدث. ماذا فعل أحمد بمجرد أن انتهت الأم من قولها؟ قفز أحمد كي يتصل تليفونيا بصديقه يوسف، ولكن التليفون كان مشغولا. ليه؟ احنا عرفنا أن التاني يوسف كان بيتصل بيه. لماذا كان التليفون مشغولا؟ لأن يوسف كان يحاول أن يكلم صديقه أحمد في نفس الوقت. ماذا قال يوسف لصديقه أحمد في التليفون؟ قال يوسف لقد أخطأ، لم تكن الكعكة حلوة كما أعرفها، أنت صديقي دائما، صداقتك هي الأغلى والأحلى. لماذا كان يوسف يتحسس حقيبته، يعني عمال يلمس الشنطة بتاعته وهو في انتظار سيارة المدرسة؟ ليتأكد للمرة الألف من أن هناك كعكتين من السكر، واحدة له والأخرى لصديقه أحمد. ما العهد الذي قطعه يوسف على نفسه؟
هو ألا يحدث ذلك الموقف مرة أخرى، فصداقة أحمد تساوي 1000 كعكة سكر. إحنا كده خدنا مناقشة الأسئلة بتاعة الدرس، هنرجع مع بعض المعاني بسرعة. أهم المعاني اللي جات لي في الدرس: براءتها، يعني إيه براءتها؟ يعني صفاؤها، يعني نقاؤها. لهوها يعني لعبها. فناء يعني ساحة. المرح يعني السرور. تقاسمنا يعني تشاركنا. لدي يعني عندي. شهية يعني لذيذة. أطرق، لما احنا قلنا أطرق أحمد ها يعني صمت، فضل شوية كده يفكر. تفارق يعني تترك. تقاطعه يعني تخاصمه. أرغب فيه يعني أريد أو أطمع. يستشير يعني يطلب المشورة أو الرأي. تهاتف يعني تتصل عبر الهاتف. عهدا يعني ميثاق أو اتفاق. كده احنا خلصنا المعاني بتاعت الدرس، أتمنى أن تكون اتفهمت.